السلام عليكم ورحمة الله من كتاب شفرة سورة الإسراء نقرأ معًا فصل بيان الإله تحرير القرآن بيان لكي تعرف ما الذي يخبرنا به القرآن عن بني إسرائيل وما الذي يريدنا أن نعرفه عن موقعهم من التاريخ وآثارهم في البشرية لا بد من تحريره أولًا من الفهم التقليدي النمطي الذي شاع بين العوام وكثير من عموم المسلمين وهو أنه مجرد كتاب مقدس للعبادة ونوال البركة والحصول على الثواب وأهم من ذلك أنه لا بد من تحريره من الفهم والمنهج وطريقة التي تعامل بها كثير من العلماء ومن المفسرين عبر التاريخ الإسلامي كله مع ما فيه من قصص وأخبار عن قصة الخلق وسيرة البشرية الأولى وعن الأمم السابقة عموما وعن بني إسرائيل خصوصا إذ أقاموا فهمهم وبنوا تفسيراتهم على أنها أخبار قديمة منقطعة عن الحاضر والمستقبل، وأن الغاية من إخبارنا بها مجرد العبرة والعظة وضرب الأمثلة، فالبشر قد يقدسون أي كتاب أو أي شيء نجماً أو كوكباً أو إنساناً أو حيواناً، كما يقدس الصابئة النجوم والكواكب، واليهود والمسيحيون الكتاب المقدس، والبوذيون بوذا، والهندوس البقرة فالتقديس لكتاب أو لشيء هو وصف لموقف الإنسان منه وليس بيانا لحقيقته في ذاته، وأيضا لم ينزل الله عز وجل كتابه على رسوله الخاتم وقص عليه وعلى أمته وعلى الناس جميعا إلى يوم القيامة أخبار بني إسرائيل وفصل في سيرتهم تفصيلا وتعبدهم بما قص وفصل في كل صلاة لمجرد العظة والعبرة، وإلا لاستوى أن تكون العظة والعبرة بهم أو بغيرهم. ولما تغير شيء من الفحوى والغاية من الإخبار لو أبدل غيرهم بهم القرآن كتاب حي أنزله عز وجل لكي يتكون به وعي من يؤمنون به ولكي يكون عقولهم ويصنع بناءهم الذهني والنفسي الذي يدركون به ويفهمون ما حولهم ويحكمون عليه القرآن كتاب الحياة والوجود أنزله عز وجل رسالة خاتمة لكي نرى الحياة ونفهمها ونصنعها به ولكي نرى الوجود كله وندركه ونفهمه به ومن خلال منظاره. القرآن كما اخبرك سبحانه وتعالى نفسه هو بيان الاله عز وجل الى خلقه، وهو بيانه اليهم في كل زمان وفي كل مكان الى يوم القيامه. قال تعالى في سوره آل عمران: "هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين". يخبرك الله عز وجل ان القرآن هدى وموعظه للمتقين. ولكنه يخبرك انه قبل ذلك بيان للناس وللناس جميعا في كل زمان وكل مكان ولله المثل الاعلى اذا فتحت التلفاز او المذياع فوجدت الحاكم في بلدك رئيسا كان او ملكا او اميرا او سلطانا يوجه خطابا او بيانا لشعبه او امته فلست بحاجه الى من يعرفك او ينبهك انه يلقيه اليك وانك مخاطب به وكذلك اذا فتحت المصحف وقرات او اذا سمعت القران يتلى ينبغي ان تدرك ان الله عز وجل يخاطبك انت نفسك في اللحظه التي تقرا او تسمع فيها وان هذا بيانه اليك انت ثم تحاول ان تفهم ما الذي يريد هذا البيان ان يعرفك به او يرشدك اليه وهو ما يعرفك به الحسن البصري في قوله من اراد ان يكلم الله فليدخل في الصلاه ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران وها هنا ينبغي ان تعرف الفرق الاساسيه والفاصله بين القران وبين النصوص المقدسه كتابيه كانت او غير كتابيه القران بيان الاله الى خلقه هو النص الوحيد الصادر عن الذات الالهيه ويخاطب البشر مباشره دون وسيط ينقل او يترجم او راو يقص او يروي اما الكتب الاخرى فغير الكتابيه وسترى نماذج منها فليست سوى تاملات اصحابها وافكار من كتبوها عن الاله والخلق والوجود فهي ابتكارات عقولهم ونتاج نفوسهم ولا هم ولا اتباعهم ينكرون هذا او يدعون غيره واما النصوص الكتابيه فهي روايه من كتبوها عن الاله وتعاليمه واوامره ويختلط فيها الوحي بسيره البشر واقوالهم وافعالهم وهي كلام من يروي لما فهمه من تعاليم الاله واوامره وليست نص كلام الاله فاذا دفعت القران الى اي احد وسالته هذا النص من الذي يتكلم فيه وباي صفه يخاطب البشر فستكون اجابته الذي يتكلم هو الاله او بصفته الاله وبعد ذلك قد يؤمن انه حقا كلام الله او لا يؤمن فيقول لك من يتكلم ينتحل مقام الالوهيه اما اذا دفعت اليه الكتاب المقدس وسالته من الذي يتكلم في هذا النص فستكون اجابته لا ريب هو البشر راوي يروي مذكراته او ذكرياته عما رآه او سمعه او اخبره به احد اخر ولكي نقرب اليك المسأله الفرق بين القرآن وبين الكتاب المقدس هو بالضبط كالفرق بين ان تفتح التلفاز فترى الحاكم في بلدك يلقي بيانا وتسمعه بنفسك وبين ان تفتحه فتجد نشرة الاخبار التي تروي ما قاله مع ما فهمه من يقرأها مما قاله وتعلق عليه ويختلط فيها ما قاله بما يقوله غيره ويلونها ما يحررها بافكاره ويحشو من يقراها ما بين عباراتها بارائه فاذا كان القران بيان الله عز وجل الخاتم الى خلقه جميعا وهو بيان حي غايته فهم الوجود وصناعه الحياه وتكوين الوعي وبناء الاذهان والنفوس فلا يستقيم ان يكون ما اخبرنا به من سيره بني اسرائيل واخبارهم بل وما اخبرنا به عن الامم السابقه لمجرد الروايه والاخبار بالغيب ولا محض العبره والعظه القرآن، الوحي الخاتم وبيان الإله النهائي إلى خلقه، لا يأتي بحادثة من بطن الغيب ولا يصحح واقعه، وإن بدت بسيطة موغلة في القدم، إلا لأن لها أثرًا في وعي البشر، وفي أذهانهم ونفوسهم في كل زمان، وفي فهمهم لما يرونه من حوادث، وفيما يتخذونه من مواقف تجاه ما يدور حولهم من أحداث في كل مكان، وفي سيرة بني إسرائيل تحديدًا لا يروي لك بيان الإله عز وجل عنهم رواية. ولا يخبرك بقصه ولا ياتيك من غابر الزمان بطرف من هذه السيره الا ليعرفك من خلالها بصفه لاصقه باذهانهم ونفوسهم يورثها كل جيل منهم للذي يليه ولينبهك في ثنايا القصه الى اخلاق وطباع وسلوك وسجايا وغايات واساليب تنتقل معهم ولا تنفك عنهم غايه بيان الاله عز وجل من استخراج سيره بني اسرائيل من بطن الغيب وافراد هذه المساحه الهائله لهم فيه ان يجعلك تعي عظم موقع بني اسرائيل من التاريخ واثارهم الهائله في البشر ومسيره البشريه ولكي تفهم من خلال هذه السيره وما فيها من قصص واخبار غاياتهم واساليبهم وما في نفوسهم وكيف تعمل اذهانهم ثم لكي تدرك أثر غاياتهم وما في نفوسهم من تكوين مسار التاريخ وتوجيهه وأثر أساليبهم وطريقة عمل أذهانهم في صناعة أحداثه وأثر هذا وذاك في تكوين مجتمعات البشر والصبغة التي تصبغ اجتماعهم وكل نداء أو خطاب من الله عز وجل إلى خلقه أو إلى فئة منهم هو خطاب ونداء لهم إلى يوم القيامة فلم يختلف أحد من العلماء والمفسرين أنه إذا قال عز وجل يا أيها الناس، فهو ينادي الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم إلى يوم القيامة. وإذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فهو ينادي عباده المؤمنين به في كل زمان وكل مكان. ولهم في ذلك قاعدة هي أن بين قسين عموم اللفظ مقدم على خصوص السبب. والمشكله انهم لم يطبقوا هذا الفهم وهذه القاعده على نداء الله عز وجل وخطابه لبني اسرائيل وهم القوم والفئه والطائفه الوحيده في البشريه التي يوجه عز وجل نداءه وخطابه اليها باسمها ونسبها فما فهمه العلماء المفسرون واقاموا تفسيراتهم عليه هو ان نداء الله عز وجل في القران لبني اسرائيل وخطابه اليهم منحصر في قبائل اليهود في المدينه زمن نزول القران اما اذا فهمت ان القران هو بيان الله عز وجل الى كل زمان وكل مكان فيترتب على ذلك انه ينبغي ان تدرك ان الله عز وجل اذا نادى يا بني اسرائيل او يا اهل الكتاب او يا ايها الذين هادوا فهو يخاطب بني اسرائيل واهل الكتاب والذين هادوا في كل زمان وكل مكان الى يوم القيامه نداء الله عز وجل في بيانه الخاتم لبني اسرائيل وحده ودون معرفه ما الذي يتبع هذا النداء هو في حقيقته اخبار لنا انهم موجودون حاضرون في الزمان وفاعلون في تاريخ البشر ومسيره البشريه ولو لم يكن نداء الله عز وجل في بيانه لبني اسرائيل في كل زمان ومكان وليس في زمان نزوله ومكانه فقط لما كان لذلك الا احد معنيين اما انه عز وجل ينادي ويخاطب من لا وجود له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا او ان القران ليس بيانه عز وجل الى كل زمان ومكان. القول بان نداءه عز وجل لبني اسرائيل والذين هادوا واهل الكتاب هو لمن كانوا يوجدون منهم في زمن نزول الوحي فقط وان ما يتبع هذا النداء من بيان سمات وصفات وسلوك ينحصر في قبائل المدينه او جزيره العرب يفضي تلقائيا الى القول بتاريخانيه نص القران. وهو ما يعني ان الله عز وجل انزل وحيه لفئه معينه في زمان محدد ومكان بعينه وان كل ما فيه من بيان انما يتعلق بهذه الفئه او الطبقه او الجيل في هذا الزمان وهذا المكان لا انه بيانه عز وجل الى خلقه كافه وهو ما يكون معناه الحقيقي وترجمته الفعليه الواقعيه ان مكان القران ليس حياه البشر ولا حركتهم وان الغايه منه ليست تكوين اذهانهم ونفوسهم ولا ضبط اجتماعهم نور ابانه ومنهج هدايه مكان القران الوحيد بهذا الفهم هو المتاحف اما اذا قلت ان نداء الله عز وجل وخطابه لبني اسرائيل هو لهم في بقاع الارض واصقاعها كافه والى يوم القيامه وأن ما أخبرنا به من سلوكهم وأساليبهم في التفكير والتدبير مطلقات يتوارثونها عبر الأجيال ويتصفون بها في كل زمان فكأنهم في تكوينهم العقلي والذهني والنفسي في كل أجيالهم جيل واحد وكأنهم في غاياتهم ووسائلهم في كل طبقاتهم طبقة واحدة. إذا قلت هذا تكون قد أحدثت بما تقول ثورتين. فأما الأولى: فهي ثورة في فهم ما الذي يريد عز وجل أن يخبرنا به عن بني إسرائيل وما الذي يريدنا أن نعرفه عنهم، وأما الثورة الثانية فهي في فهم موقع بني إسرائيل من التاريخ وعظم دورهم في صناعة أحداثه وتكوين مساره وفي إدراك جسامة آثارهم في وعي البشر وأذهانهم ونفوسهم وفي حياتهم ومجتمعاتهم، ما أفرده الله عز وجل لبني إسرائيل في بيانه إلى خلقه يخبرنا به وفي ثناياه عن شيء اشد خطرا واعظم اثرا في تكوين البشريه وتاريخها ومسيرتها من مجرد ثلاث قبائل كانت تستوطن ضواحي المدينه ثم اجليت عنها وانتهى امرها فاذا كان القران والوحي هو بيان الله عز وجل الى خلقه كافه والى يوم القيامه وليس نصا تاريخيا لاهل الزمان الذي انزل فيه والمكان الذي تنزل عليه فلا معنى لما افرده لبني اسرائيل من مساحه هائله الا ان بني اسرائيل مساله محوريه في تاريخ البشر وان لهم دورا عظيما في سيرتهم واثرا هائلا في مجتمعاتهم. ادراك ان نداء الله عز وجل وخصابه لبني اسرائيل وان ما يخبرنا به عنهم هو لهم وفيهم الى يوم القيامه يفتح آيات القرآن ويفجر ينابيعها ويجعل ميدان عملها ومجال فهمها وتفسيرها العالم كله والتاريخ بطوله. وتبيان لأن القرآن هو بيان الله عز وجل الخاتم إلى خلقه إلى يوم القيامة فقد نبهك عز وجل إلى أنه "وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين". سورة النحل فالله عز وجل جعل بيانه تبيانًا لكل شيء، وأودع فيه أصول العلوم ومفاتيح المعارف لتكون نبعًا تنفجر منه العلوم، وتنفتح به أبواب المعارف، ولتكون قواعد وضوابط تفهم بها ومن خلالها كل المعارف والعلوم. ومن هذه العلوم والمعارف ما لا مصدر له أصلًا سوى الوحي، وليس في طاقة البشر إدراكه ولا الوصول إليه بما يحوزونه، وأودع فيهم من وسائل الإدراك وتحصيل المعرفة. والقران كله ناطق بذلك في اياته ومنهجه وما يرشد اليه الانسان وهو صريح في ذلك في قوله تعالى في سوره ابراهيم الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله